إذن مشاهدينا الكرام، وهذه انتقالة إلى الناصرية والزميلة منى البدري من هناك. منى، كيف هي الأوضاع الآن في الناصرية؟ تفضلي. بعد التظاهرات السلمية التي حدثت مساء أمس البارحة وصباح اليوم، تجمع الآلاف من أهالي الناصرية في ساحة الحبوبي بداية الثانية والنصف مساء، وهم يهتفون بالأناشيد الوطنية وباسم العراق، حاملين الأعلام واللافتات التي يطالبون بها بإسقاط النظام. توجهوا بعد ذلك بناية المحافظة وقاموا بحرقها بالكامل، ثم توجهوا إلى بناية مجلس المحافظة وحرقوها مع بناية مؤسسة السجناء الملاصقة لها دون أي مقاومة تذكر من قبل القوات الأمنية. بعد ذلك توجه عدد كبير من المتظاهرين إلى مقر عصاب أهل الحق في مركز المحافظة لحرقه، لكن حدثت اشتباكات عنيفة جدا بين المتظاهرين والعصائب، ما ولد 7 شهداء و110 جريح لحد هذه الساعة. بعد ذلك يعني هل ما زالت هذه المواجهات مستمرة؟ نعم، لحد هذا الوقت هي مستمرة، يعني بعد المواجهات العنيفة وحدوث شهداء وجرحى، وحتى أحد الأطباء الذي بدأ ينقل الجرحى استشهد أيضا. يعني تدخلت قبل قليل قوات السوات في محاولة صد النزاعات والاشتباكات، لكن هذه الاشتباكات أيضا انتقلت إلى شارع آخر في نفس المنطقة لحرق المبنى الثاني للعصائر في شارع 30. أيضا الآن يعني من المفترض قدوم قوات مكافحة الإرهاب لصد النزاعات. الآن حدثت هذه الاشتباكات بين سرايا السلام وبين عصائب الحق. يعني مع ذلك في من جهة أخرى، نعم زميلتي منى، وصلت الفكرة. منى البدري الزميلة من الناصرية، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.